الكرة كل جزائري، الكرة كل عاصمي، ولكن يلتبس في كل المناطق تاع الوسط، يعني في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. فرنسا كانت هنا، كنا غير كما خرجنا من الدولة العثمانية عندنا حاجات قعدت من الدولة العثمانية، بس كي نروحوا لتركيا نصيبوا بلي عندهم امتيت فيست قصيرة هكذا، ولكن مش كيما الكاراكو، خطر الكاراكو إلى ان ديكوب بارتيكوليير، هذيك لا ديكوب اللي تنسبيري من لا كولتور فرانسيز، من لا فيست تاع ماري انتوانيت، باسكو لا ديكوب اللي كان ميم اسي ريغوروز. كي نشوفوا لا فيست نتاع تركيا، سي اون فيست كي كان ميم بالون ان تي بو، عندهاش اون فورم. لو كيراكو اي تري بري دو كور، اي بلان دو ديكوب، اي ان ستركتور. سا سي انسبيري دو لا اوت كولتور فرانسيز، اي فو با سو لوري، عندها قيمه اكثر بالك من اللباس التركي. اي فو نعرفوا بلي الكيراكو دائما يكون بري دو كور، تلبسوا العروس ويكون من القاضفه